السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان من صحيحه تحت باب جواز بيع المدبر. المدبر هو الذي وعد أنه يعتق بعد الموت، فإذا دبر رجل عبدا معناه أنه يقول له أنت حر بعد موتي، يعني إذا أنا مت فأنت حر، فلهذا يجوز بيعه. بعد أن قال له ذلك يرى النووي ذلك لما بوب به ولما سيأتي من الحديث. قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد يعني بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رجل من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، يعني إذا مت فأنت حر لوجه الله، لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه. يعني رد النبي هذا الذي دبر لأنه كان كل التركة. قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول عبدا قبطيا مات عام أول. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابرا يقول دبر رجل من الأنصار غلاما له، أي أن رجلا من الأنصار قال لعبد له، وهو المراد بالغلام هنا أنت حر بعد موتي، لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدبر نحو حديث حماد عن عمرو بن دينار. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله. وبهذا ينتهي كتاب الإيمان، وسندخل إن شاء الله في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.